وطبعا النساء الجزائريات في رمضان همهم الوحيد أن يجهزوا مائدة إفطار متنوعة من الأكلات، ولهذا السبب طبعا السيدة حبيبة أو المعروفة لدى الجميع بطاطا حبيبة وجهت لمحبيها طبعا بريدا إلكترونيا خاصا بها، طبعا يحمل العديد من الوصفات الخاصة بالأكلات التي من المحبب أن تقدمها العائلات الجزائرية في مائدتها الرمضانية، كون تقليد شعبي وبهذه الطريقة ستحافظ على عدم زواله. طبعا التفاصيل في ميكروفون أمل رحال. Le but تاع لو سيت ويب سي بروتيجي نو نو روسيت لي سون ديسباريسيون جو فولي كو لو باتريمون كولينير يعاود يولي يعاودوا لي روسيت تيروار تاع نو غران بارون. دخلت لو جروب شفت عجبني بزاف، كاين دي روسيت فريمون هايلين، لي مومبري سون فريمون بيان، لي روسيت ال سون تيستي، جي ايسايي بلوزيور روسيت من عندهم اي سا فريمون مارشي. الحاجه اللي جبدتنا عن طاطا حبيبه سي حبت تدافع حاجه اللي تخصنا كاع، تخص كاع الشباب، تخص كاع الجزائر، هي تقاليد تاع بلادنا. الفكره تاعنا في هذا السيت ويب سي كي حبينا نحافظوا على التقاليد تاعنا، نحافظوا على الماكله تاعنا اللي دوكا ما نلقاوهمش. وكاين لو بروجي واحد اخر ثاني اللي درناه سي كو نروحوا شاك ريجيون شاك ولايه نفيلميو ثم نفيلميو لي بلا تاعنا.